السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا ورائع، بيحول لك التكست لفيجوال، يعني مجرد ان انت تكتب الافكار اللي انت بتفكر فيها وبعد كده تستمتع برؤيتها. لكن او ينفع تديله التكست مجرد كوبي بيست، هو يبدأ ان هو يعمل لك التصميمات، او ممكن تجيبها من نوشن، ممكن تجيبها من وورد، من باوربوينت، PDF، زي ما انت عايز، وبعد كده تقول له اعملها لي بشكل كويس، فيبدأ يجيب لك اشكال كتيرة جدا تقدر ان انت تختار منها، بيعمل لك حاجة ابداعية بحيث ان انت تقدر تشرح فكرتك بشكل جدا بسيط، وبيستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يولد لك الصور، يولد لك الرموز، يولد لك التكست، يولد لك الصور زي ما انت عايز. ممكن تبص الاشكال الكتيرة اللي هو ممكن يديها لك بحيث ان انت تعمل حاجة احترافية. وبعد كده ممكن تسيبه PDF او ممكن لينك او صورة زي ما انت عايز. دي امثلة. فتخيل بقى ان انت ممكن تعمل كتب بالاشكال الجميلة ديت. اقول له ان انا عايز ابدأ، بيقول لي هتديله كوبي بيست ولا جنريت تكست يوز اي اي. فهقول له مثلا عايزين عن الايديوكيشنال، طبعا تأكيد هتحط له تفاصيل معينة انت عايزها، الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، ونشوف الشغل بقى اللي هو يعمله. تمام، عمل الابستراكت والانترودكشن وكل حاجة احنا عايزينها، لسه مكمل هو. تمام، ضغطنا ضغط الزر كده وهنشوف ايه النتيجة اللي هتحصل لنا. بدأ يعمل لنا اكتر من شكل عشان نشرح بيه الكلام اللي موجود. متخيلين مدى الجمال ومدى السهولة؟ فكل شوية تلاقي مثلا جزء معين محتاج ان هو يبان بصور، تبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه. نيجي هنا ونقول له ايه، ابدأ اعمل لنا شكل جميل للكلام دوت. طبعا الاستايلات كتيرة، تبدأ بقى تدور هتلاقي آلاف الاستايلات لحد ما توصل للحاجة اللي انت مقتنع بيها. تقدر تعمل لها شير، تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تعمل لها سيف. تمام، تقدر تحملها كPDF، تقدر تشيرها مع اي حد من اصدقائك. الموقع دوت عايزين نشوفه السعر بتاعه كام. هو فيه فري بس ليميتد، وفيه طبعا حاجات تانية بفلوس. برايسنج اهو، ده اللي هو مجاني وهيفضل مجاني، ليك ان انت تعمل 3 نابكن. وهنا البروفيشنال فري في الفترة دلوقتي هو سابه فري، لكن بعد كده هيبقى فلوس. طيب البرنامج لسه نازل جديد او الموقع لسه نازل جديد، فتقدر ان انت تستخدمه زي ما انت عايز.